البريشر عند واحد، ايه علاقته بالبريشر عند اتنين؟
زد يقول لي كاتب مين زد ناقص زد. ما هو لو ده طلع زد يبقى ايه؟ انزل زد ده سمنت يبقى المساحه دي اتش معناها زد. طيب ده كلام كويس قوي. هنثبت بقى في اخر المحاضره ان البريشر عن اثنين اقل من البريشر عن واحد بمقدار. المقدار ده هنسميه بقى دلتا بي. المقدار ده يساوي كام؟ دلتا بي دي بتساوي كام؟ دلتا بي دي هتساوي معدل تغير الضغط في الاتجاه العمودي في المسافه اللي ما بين النقطتين واحد واثنين، يعني البريشر ديفرنس ما بين 1 اند 2 هو عباره عن معدل تغير الضغط في الاتجاه العمودي مضروب في المسافه اللي ما بينهم اللي هي بقى ليه؟ كويس؟ هنثبت برضه في اخر المحاضره ان معدل تغير الضغط في الاتجاه العمودي هو ده بقى اللي عايزك ايه؟ عايزين نثبته في اخر المحاضره. معدل تغير الضغط في الاتجاه العمودي بيساوي ماينس غاما على جي في اكس. ده قانون هنستخدمه في بعض المسائل، مش كل المسائل نادر ما بنستخدمه، بس لازم ايه؟ لازم نعرفه. كويس؟ اذا انا قلت لك دلوقتي طلع لي بريشر عند اتنين، بريشر عند اتنين تساوي كام؟ قول لي والله بريشر عند اتنين ده هيساوي بريشر عند واحد ناقص دلتا بي اللي هي معدل تغير الضغط في الاتجاه الافقي في ال، يعني يساوي كام بقى؟ هيبقى ماينس جاما على جي في ايه بقى؟ في اكس. هو المفروض ده بلس بقى. المفروض ده بلس. بس عشان هو ايه؟ ماشي نفس الاتجاه وهنا بالايه بالاسهم هي بالايه بالماينس. يبقى في الاخر في بريشر عند اثنين هيساوي بريشر عند واحد ماينس جاما على جي في اكس ايه بقى؟ في ايه؟ كويس؟ فاحنا عارفين البريشر عند اثنين اقل من البريشر عند واحد صح؟ يبقى البريشر عند اثنين اقل من البريشر عند واحد بالايه؟ بالمقدار. طيب لو عرفت الايه التانك ده في الاتجاه الافقي تقول لنا ايه تانكات بتتحرك افقي ما بنشوفش الكلام ده في ايه في الواقع. لا في بعض الايه مثلا بكون بنقل وقود من مكان لمكان وفي خط مثلا عربيه متحمله بالايه بالوقود او فيها سائل وبيتحرك. فاحنا محتاجين ندرس الايه شكل ايه اسطح ديت وشكل الوقود هل هتزيد ولا ايه هتقل. او مثلا عندي عربيه شحن مليانه ايه برضه موقوف والايه عربيه بتتحرك فببقى عايز ادرس اشوف سطح الميه ايه اللي هيحصل لو كان الطاق كده مش مغطي هل الميه هتغلي ولا لا. تعال نقول حاجه ثانيه بقى. تعال نقول بقى لا بلاش بقى الطاق ده يتحرك في الجو فيه. لا تعال نشوف لو الطاق ده اهو عند ده وهحركه بايه بقى اكسلريشن بس اتجاه ايه بقى ايه زي عايزين نشوف ايه اللي هيحصل للبريشر عند موديل واحد والبريشر عند موديل اثنين. مبدئيا كده لو عندك كوبايه ميه مثلا وليكن طلعتها فوق هل سطح الميه دوت هيختلف؟ هل سطح الميه ده هيميل؟ طيب لو هيميل هيميل كده ولا هيميل كده؟ مش معنى هيميل كده ما هيميلش كده. هو لا هيميل كده ولا هيميل كده. صح؟ هيطلع لفوق هينزل لتحت ولا يمين يمين ولا يمين شمال، ايه الحاجة اللي تخليه يمين؟ لو حركته في الاتجاه اليمين، لو حركته في الاتجاه اليمين في الأخرى. طيب، سؤال بقى، ما لو قلت لك ايه العلاقة ما بين البريشر عند واحد والبريشر عند اثنين؟ يساوي بعض، البريشر عند واحد يساوي البريشر عند اثنين. كويس. طيب، أنت عارف إن البريشر عند واحد يساوي إيه؟ لو قلنا مثلا ده بس التانك ده ايه بقى؟ ثابت. التانك ده ثابت. بريشر عند واحد ده ثابت. بريشر عند واحد خليها مثلا دي 3 عشان ما حدش يطلع. هنا في الحاله دي بريشر عند 3 بيساوي كام؟ اه اتش. طيب هنا بريشر عند واحد هيساوي كام؟ لا مش اه اتش. هيساوي جاما داش ليش؟ ايه جاما داش؟ ايه جاما داش؟ تعال نشوف. جاما داش دي تفتكر هتبقى زي جاما ولا اكتر منها بشويه ولا اقل؟ هي جاما المفروض ما تغيرش صح؟ بس انا ايه؟
وبعدين مره واحده ايه اللي حصل؟ اتصدر الاكل. تحس ايه بالضغط تحت البيت؟ الضغط ايه اللي حصل؟ فضل زي ما هو ولا زاد ولا قل؟ زاد، هو زاد يعني. طب نقول العكس، الاسانسير مثلا لما كبر الموضوع وراكم وقع، تحس ايه تحت البيت؟ تحس حاجه حاطين في الهواء. يبقى ايه اللي يحصل للضغط تحت البيت؟ هيقل. كويس، يبقى لو حصل بالشكل ده ظهر لهم اهي اهو. ايه بقى زاد المقص اللي انا حاططها دي؟ ايه زاد المقص دي؟ حسب الاتجاه. لو انت طالع لفوق يبقى خد الاشاره دي في البوست. لو انت طالع لفوق خد الاشاره دي في البوست. لو انت نازل لتحت خد الاشاره دي في ايه؟ بالنجم. كويس؟ لان لو انت طالع انت محتاج ان الضغط اللي يحصل له يزيد، لو انت نازل لتحت محتاج ايه يحصل البريشر؟ يقل. طيب لو انت نازل لتحت بنفس قيمه الجاذبيه، لو انت نازل لتحت ايه زد بتساوي جي؟ ايه اللي يحصل؟ يبقى ماشي، يبقى نازل فري فور اكسلريشن، صح كده؟ يبقى ساعتها البريشر هيبقى كام؟ لما تغير في الهواء البريشر هتبقى لها متسجلين الارض، يبقى البريشر هيبقى كام؟ يزيد. كويس؟ وكأن بقى الايه اللي انا حاطه ده اللي هو الشكل ده، شايف اللي انا عامله بالنقط ده؟ اللي انا عامله بالنقط ده هو ده اللي احنا هنسميه بقى بار داش. يبقى انت بقى ايه في المسائل اللي في النوعيه دي على طول بدل ما ايه بقى تقول بي بتساوي بار داش، لا دايما تعود نفسك في المسائل بتاع الاكسلريشن تقول ان بي بتساوي بار داش اتش. كويس؟ لو كان بي زد يبقى بار داش هتبقى كوبايه كده. لو كانش بي زد افرض مفيش بي زد، ها ايه اللي هيحصل؟ ايه زد صفر مثلا، يبقى جي هتروح مع جي، يبقى بي بتساوي كام؟ جاما اتش. وكان القانون اللي هو بتاع بي بتساوي جاما اتش هو حاجه خاصه بمين؟ من القانون الايه؟ الهرمي. نفس الكلام، شايفين القانون اللي هو ده اللي احنا عملناه ده؟ شايفين ده؟ لو انا حطيت هنا اي اكس بيساوي زيرو، لو قلت مثلا ان مفيش عجله في الاتجاه الاخر هيبقى البريشر عند اثنين، ايه علاقه البريشر عند واحد؟ البريشر عند اثنين يساوي البريشر عند واحد. اذا برضه البريشر عند اثنين يساوي البريشر عند واحد، حاله خاصه بالاثنين من القانون ده. واحد يقول لي ايه؟ احنا خدنا فين في الدرس اللي هو بتاع البريشر هيدروستاتيك بريشرز ان ما ينفعش تقول البريشر على الواحد هنا يساوي البريشر على الاثنين لو السائل ده بيتحرك. صح؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش نطبق في القانون اللي بيقول فيه ان البريشر بيساوي جاما اتش الا لو القانون ده الا لو كان الوضع ستاتيك. صح كده؟ الا لو كان الوضع ايه؟ ستاتيك. في الحاله دي ينفع اقول دي بتساوي جاما اتش. ازاي هنا بتقول لي ان التاج بيتحرك وان البريشر على النقطة واحد يساوي جاما اتش بلس ال؟ انت كده طبقت قوانين مين؟ الهيدروستاتيك. والسطح والتاج ده مش ساكن. صح؟ طيب هو فعلا مش ساكن، ولكن هو فين بقى؟ حاجه اسمها ان ريلاتيف ايكوليبريم. يعني ايه بقى؟ في اتزان نسبي. يعني ايه في اتزان نسبي؟ معنى ان هو في اتزان نسبي معناته ايه؟ ان مزيفات السائل وبعضيها ما بيحصلش ما بينها شير سبيس، ما بتتحركش. مزيفات السائل ما بتتحركش من ايه؟ من مكانها. التلج كله بيتحرك وسطح الميه ثابت على الوقت ده وما بيحصلش اي شير سبيس ما بين مزيفات السائل وبعضيها. يبقى دول ايه بقى؟ الفلويد بارتكلز ار ان ريليتيف ايكوليبريم. في اتزان ايه بقى؟ في اتزان نسبي.
وقلت لي ان التانك ده ساكن. لا هو ما كانش ساكن. هو احنا واحنا قاعدين في المدرج ده في وقت السكون بيقول لي اقف احنا ساكنين اهو. لا هي الارض دي مش بتلف حوالينا سما؟ اه بتلف. اذا احنا مش في وقت السكون، احنا في وقت المتحرك صح ولا غلط؟ بس احنا يعني ايه بقى؟ ان الريلاتيف ايكوليبريم مش بس كده، ده الارض كمان بتلف حوالين الشمس صح؟ مش بس كده كمان، ده المجموعه الشمسيه كمان هي كمان ايه؟ بتلف. يبقى احنا ما احناش في وضع ايه؟ مش وضع سكون، بس احنا ايه بقى؟ ان الريلاتيف ايكوليبريم وزيادة السائل والبعضية ما بتتحركش من ايه؟ من بعض. فينفع ساعتها نطبق عليها قوانين الايه؟ الهيدروستاتيك ان دي بتساوي جاما اتش. كويس كده؟ طيب عايزين نطلع قانون اخير. عايزين نطلع قانون اخير برضه. أن لو فاضل وقت في اخر محاضره هنقول الاثبات بتاعه جاي ايه؟ جاي منين؟ ايه بقى القانون الاخير ده بقى؟ ان لو كان عندي يد وبحركه في الاتجاه الافقي والراسي في نفس الوقت، يعني بحركه ايه اكس في الاتجاه ده وبحركه ايه زد في الاتجاه ده. هتقول لي انت قلت لي لا تان زيتا بتساوي زد على ال على اتنين. لا تان زيتا كمان بتساوي حاجه كمان. تان زيتا هتساوي اي اكس على جي زائد او ناقص اي زد. ده قانون اخير. تان زيتا بتساوي اي اكس على جي زائد او ناقص اي زد. وبنستخدم الايه القانون ده تقريبا في جميع الايه المسائل. ايه القانون الاخير بقى؟ تان زيتا بيعتمد على مين؟ على الاكسلريشن. وبيعتمد كمان على ايه بقى؟ على اي زد. طيب تعالوا نشوف لو حصل مثلا ان قلت لك افرض اكس كانت تساوي زيرو ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه بس؟ يعني في زد هتبقى تتحرك لفوق تطلع تاني زيتا بكام؟ تطلع تاني زيتا تساوي زيرو. يعني زيتا تطلع بكام؟ يعني تطلع زيتا ايه؟ بزيرو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو تاني ده كان طالع لفوق او نازل تحت سطح الميه مش ايه؟ مش هيميل على الايه؟ على الارض. انت بقى سطح الميه ليه على افقي؟ لو كان المقدار ده ليه قيمه، لو كان ايه اكس ليه قيمه يبقى هيبقى سيتا هي الارض. سهل ولا صعب؟ يعني كل القوانين اللي ايه عندنا في الدرس ده هناخد هنطبق في المحاضره النهارده مسالتين، مره على تانك لو كان مفتوح ومره ثانيه لو كان التانك ايه؟ مقفول. واخر محاضره ايه؟ هو اثباتات القوانين العجيبه دي اللي هي القانون ده والقانون ده، وكان في واحد ثاني اللي هو الايه؟ القانون ده. كويس؟ حد عنده اي سؤال؟ تعالى ايه نحل مساله ونشوف ازاي الايه نطبق عليها. بيتحرك افقيا بيبقى باكسلريشن
What?
يعني ايه الاكسلريشن زاد 25%؟ يعني الاكسلريشن الجديد دلوقتي تعالى نسميه ايه؟ اكس 2 بقى يساوي كام؟ يساوي ربع لا غلط، ما يساويش ربع لا، لان الكلاس الجديد بتعمل كده اه يساوي 3.5 زائد ربع او 3.5 بكام؟ 3.5 ب 1 ب بقى كام يعني؟ بقى يساوي 4.375. كويس، يحصل ايه؟ نشوف هنطبق في نفس القوانين، هنقول والله هذا ايه القوانين دي؟ ان تان سيتا يساوي ها ax على z، سوري ax على ايه؟ على g زائد اقص z، بس مفيش z، فالax على g هتكون وبيساوي في نفس الوقت ايه؟ زد على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ وافترض الحاله العامه اللي هي الحاله اللي ايه؟ باللون الاحمر ده. ايه؟ اه قلت 3.5 زائد 3.5 25%، فخدت 3.5 هو الفاكتور عامل مشترك فيطلع ايه؟ 1.5. طيب تاكسي ده بيساوي بقى اكس على جي، اكس اللي هو كام؟ 4.375 على جي 9.81 يساوي زد على ال على تي. مين زد؟ تي ده مش عارف زد على ال على تي، يعني على كام؟ على 2.5 على تي. تقلب المساله كده يطلع لك ان زد ده بيساوي 0.56 بس. اه ايه 0.56 بقى؟ 0.56 دي على ان سطح الميه شكله عامل كده. هل ينفع شكل سطح الميه يبقى عامل كده؟ اه هتتقل، هو فعلا بيتقل، اللي هو بيقول لك طلعي حجم الميه اللي بتتقل. يبقى ان الزد بتساوي 0.56، يعني معنى كده ان هي اكبر من نص. اذا معنى كده ان الووتر از ايه؟ سبيلد. طبعا عارف. اه. يعني ايه؟ المطلوب طبعا عارف. يبقى ازاي نعرف الميه هتتقل ولا مش هتتقل؟ احساس هتطلع اقرب من ايه؟ من المسافه المفضله دي؟ اذا الميه ايه بقى؟ اتقلت. طيب طلع لي بقى يا شاطر ايه بقى؟ حجم الميه اللي اتقلت ده قد ايه؟ نجيبه ازاي؟ ماشي. بس سؤال، ينفع اشتغل على الوضع ده؟ يعني ينفع اتخيل كده ان الميه عامله كده ومش عليها كده؟ لا ما ينفعش. يعني ما ينفعش؟ يعني حالة ان الميه بتدل شكل الميه عامل ازاي؟ شكل التانك وسط الميه عامل ازاي؟ في حالة ان الميه بتدل، اذا رسمت المسألة هيبقى شكلها عامل ازاي ده؟ تفتكر في الحاله دي سطح الميه هيمر فين؟ ادي نقطه في النص. هل في الحاله دي سطح الميه هيمر في النقطه اللي في النص؟ لا. ميه عامل ازاي؟ والميه بتتلق هيبقى شكل سطح الميه عامل كده. صح؟ طيب واحد مش برضه مش مقتنع. يعني نقنعه ازاي؟ تعال نشوف نتخيل كده لو حصل ايه؟ الاكسلريشن ده اتضاعف، بدل ما بقى 3.5 بقى 7 بقى 20. شكل التانك يبقى عامل ازاي؟ شكل سطح الميه عامل ازاي؟ لو الاكسلريشن زاد عن كده بدل ما يبقى سطح الميه كده، لا ممكن سطح الميه عامل كده. يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى كل ما بزود الاكسلريشن بعد ان الميه تلت، ايه اللي بيحصل لسطح الميه؟ بيبعد عن مين؟ عن النقطه اللي فين؟ اللي في النص. ولو كان الاكسلريشن في الجهه ده اكس، يبقى هو ايه بقى؟ يرجع ورا عكس ايه بقى؟ عكس اتجاه الايه؟ الاكسلريشن. طيب. المهم يعني انا اتفق على عامل، بس ما ينفعش هنا من الحاله دي تفترض ان هو بيمر فين؟ في النص. مرات هنا مرات هنا هو مش هيمر في النص، انا عامل
هو عباره عن ايه؟ تمام، نجيب حرب الايه؟ الميه وضع السكون كان كام؟ ونجيب ايه بقى؟ حرب الميه في الوضع بعد الحركه كان كام؟ صح كده؟ يبقى عليك القانون كده برضه طلعوا من الشغل بتاع السنه فوليوم اوف سبيل بول هو عباره عن فوليوم اوف ووتر ايه بقى؟ بيفور اكسلريشن او بيفور موشن صح كده؟ ماينس فوليوم اوف ووتر ايه بقى؟ افتر موشن او افتر ايه؟ او افتر اكسلريشن طيب فوليوم اوف ووتر بيفور موشن بعدين طب ازاي نجيب فوليوم اوف ووتر افتر موشن؟ يبقى انت محتاج ايه بقى؟ البعد ده البعد ده انا محتاج اجيب البعد ده لو جبت البعد ده خلصت المساله ازاي نجيب البعد ده؟ هتقول لي انا ساخن القوانين بتاعتي ايه؟ لا غلط ما هوش ست لان الوضع ده كنت مفترض ان السايز بتاع الدم طلع لغايه فوق فبالتالي سطح الميه يمر لغايه فين؟ في النقطه اللي في النص هنا سطح الميه ما يمرش فين؟ في النص يبقى طالما انا بنيت حاجه على فاضيها غلط فما ينفعش ايه؟ اطلع منها واقول خد 6.5 سي غلط نعم بالظبط كده هحاول اعمل حاجه زي كده هنطبق في نفس القوانين تعال نشوف ازاي هنطبق في نفس الايه القوانين هنقول ده زيتا طب فين زيتا دي اللي عمال تقول لنا عليها ايه تعريف زيتا تعريف زيتا تجزأوا ما بين سطح الميه قبل الحركه وسطح الميه ايه بقى بعد الحركه يعني هي دي زيتا هي دي بقى زيتا يعني انت عايز تقول لنا ان ده زيتا ده يساوي كما AX على G 0 ناقص AZ مفيش AZ AX على G ويساوي نفس الوقت اللي بقى زيتا على L على 2 اه زيتا على L على 2 دي قلت لك طلعناها من ايه؟ من الجيومتري بتاع المسألة هنا مفيش زيت والايه؟ وسطح الماية ما بيكونش نقطة في النص يبقى انت ولا عندك ده ولا عندك ده طب تعمل ايه؟ هو انت لازم تحط زيتا هنا ممكن تدور على مكان تاني تحط فيه سيتا، تحط سيتا فين؟ اه ممكن نحط سيتا هنا كده، دي الحاجة مش هي دي، هي دي؟ حلو، طب لو دي سيتا ممكن نقول المسافة دي كام؟ واط، والمسافة دي كام؟ دي معروفة، 2.5 يبقى تاني سيتا هنا في الحالة دي ما بيساويش سيتا على هنا على 2، لأن شكل الكونفجريشن بتاع المسافة ايه اللي حصله؟ اما بيساوي ايه المره دي؟ ده بيساوي واي على ايه؟ على 2.5 كويس اروح معوض ال اكس والله كام؟ 4.375 جي 9.81 واي على 2.5 طلع ايه؟ واي طلعت لك واي في المساله دي بتساوي 1.11 راجع كده الرقم طلعه ده لوجيك ولا مش لوجيك؟ يا جماعه الواي دي لا انا بقول ان هي 1.11 ينفع احققها على الرسمه؟ اه ينفع. ده 1.11 وده كام؟ 2.5 اصغر من 2.5 يبقى رسمه المساله صح. يبقى ممكن اطبق على الايه؟ على الرسمه، شكل المساله مظبوط. طيب مساله لسه ما حلتش مساله. نعم خلاص بقى كده بقى صح؟ الحل بقى هتجيب بس المساله دي وتقول شيء منحرف وايه؟ ونخلص المسألة. طيب، سألك سؤال. أنت ممكن تحل المسألة بالقانون ده. بس عشان تجيب حرب المية بعد الحرب من إيه؟ تتعب شوية. مش تتعب شوية كتير يعني. بس احنا ممكن نكتب القانون ده بشكل تاني. ممكن نكتب القانون ده بشكل تاني وأحسن. يعني إيه بقى؟ دلوقتي التانك ده بيحتوي على ايه؟ على شوية مية وفي نفس الوقت شوية ايه؟ شوية هواء أو مش أو فرص صح كده؟ بيحتوي هنا على
اتزلق منه شويه ميه. ايه اللي يحصل معاه الميه؟ بيقل. طيب وايه اللي يحصل بحجم الهواء؟ يزيد، لان حجم الميه زاد، حجم الهواء ايه؟ زاد. مطموحهم ايه؟ مطموحهم زاد. طب انا عندي فكره، بدل ما اقول ان حجم الميه اللي اتزلق وحجم الميه ايه؟ قبل ما اصحى الميه بعد، انا ممكن اقول ان حجم الميه اللي اتزلق هو عباره عن حجم الهواء اللي ايه بقى؟ اللي زاد. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول ان فوليوم اوف ووتر سبيد هو بيساوي فوليوم اوف اير ايه بقى؟ افتر موشن، صح كده؟ ماينس فوليوم اوف اير ايه؟ بيفور موشن. وعلى فكره هنلاقي ان الحمل باستخدام المعادله بتاعت الهواء اسهل بكتير من الحمل المعادله بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. ازاي بقى؟ فوليوم اوف اير افتر موشن بيساوي كام؟ اه بيساوي نص 2.5 في مين؟ واحد. طيب وحجم الهواء قبل الحركه بيساوي كام؟ بيساوي 2.5 في مين؟ في ايه؟ 2.5 من البعد برضه ايه؟ 2.5. هتقول لي بس انت ما بتدرسش البعد اللي هو قد ايه؟ احيانا بنسى اقول لك البعد اللي هو قد ايه؟ بتعمل انت ايه؟ لازم تتصرف، يعني ايه تتصرف؟ يعني تفترض حاجه، افترض البعد اللي هو كام؟ واحد. ايه المشكله يعني؟ طلعت الحجم من كل ايه؟ من كل متر طول. احنا هنا في الهندسه بنعلمك ازاي تفكر. ففي نفس الوقت لازم انت برضه تكون عندك شويه ايه؟ تعرف ازاي تصرف. صح؟ انا اكيد يعني ما طلعتش ايه؟ البعد اللي هو هسيب المسافه تمشي. لا، اعرف طلعها لو البعد اللي هو ايه؟ طلعته واحد. صح؟ طيب. يبقى طلعت كده حجم الميه منين؟ من الدفع. عشان تعرف بقى ان الناس في المسائل اللي بنقسمها غلط.
المساحه المكشوفه من قاع تلج. طلع لي ايه بقى؟ الطول المكشوف او المساحه المكشوفه من قاع تلج لو حصل هنا الاكسلريشن فبتساوي 12 متر على ايه؟ على السكند سكوير. او ما قلتلكش حاجه خالص. قلت لك بس ايه؟ الاكسلريشن بيساوي 12 متر في السكند سكوير وطلع لي حاجه ميه تلج. تعال نشوف. وقلت لك الاكسلريشن اكس يساوي 12 متر في سنة سكوير. كويس؟ طيب هي نفس المسألة بس الفقرة اللي بعديها. طيب هنا في الحالة دي أنت مش عارف شكل المسألة عامل إزاي، بس عارف إنه أكيد إنها مش أقل من كده. يعني إيه؟ أكيد ما بتكونش المية في النص، أكيد المية في الدنيا. لأن 12 ده على مين؟ على 2.5 ماينس ايه؟ ماينس اكس.
اكس عندنا صح؟ الاي اكس عندنا 12 والال عندنا كام؟ 2.5 وهنا الجي جي سوري والجي هنا عندنا كام؟ 9.81 يبقى هنا اللي بقول الاكس طبعا سهلة ولا صعبة؟ لو قلت لك طلع لي حجم المية اللي بدأ هنا الأسهل تسخن المية ولا تسخن الهواء؟ هنا المية أسهل ليه؟ هتقول لي حجم المية اللي بدأ عبارة عن حجم المية قبل الحركة اللي هو الجزء الخطير ده ناقص حجم المية بعد الحركة اللي هو الإيه؟ المثلث مين؟ المثلث ده ممكن أقول لك في الامتحان مثلا حاجة أقول لك طلع لي ماكسيمم أكسلريشن اللي تخلي سطح المية يمر بالنقطة دي مثلا الله عليك بس اكسلريشن اللي تخلي سطح الميه يا دوبك يلمس نقطة بي بس طيب يبقى احنا عندنا هنا بي حالتين قبل ما الميه يدلوا اللي هي الحاله اللي هي ايه؟ اللي هي الحاله اللي هي كان سطح الميه عامل كده ممكن يمين كده ممكن يكون ات بوينت اوف سبيننج لو مره هنا هقول لك عليه ايه بقى بوينت اوف سبيننج يعني ايه بوينت اوف سبيننج؟ يعني على وشك ان هو يتلف ممكن يكون اللي بيمر هنا كده مغطي الحته دي ممكن يكون بيمر بنقطه بي ممكن يكون بيكشف حته من الايه؟ من القاع ممكن اقول لك كمان طلع لي بريشر او فورس على الجنب ده طلع لي فورس هنا بكام؟ كده لو حطيت لك ايه؟ الدرس ده الدرس ده مثلا طلع طلع لي الفورس ده على السايد ده الفورس على السايد ده يساوي كام؟ اعتبرها بوابه اعتبرها بليك او بوابه ايوه لو حصل ان دي بوابه قلت لك طلع لي الفورس عليها الفورس هنا قيمتها بتساوي كام؟ الفورس هنا قيمتها بتساوي ج في اريا اتش بار كويس؟ مين هنا اتش بار؟ هي مين اتش بار؟ اتش بار دي كانت عباره عن ايه؟ يعني هات السايد بتاع ده السايد بتاعه هنا اهو ادي السي جي الاتش بار المسافه بين السي جي للفري سيرفس يعني المسافه دي هي مين؟ هي اتش بار اللي هي بتساوي كام؟ اتش على 2 صح؟ والخارج هيجي لي مين؟ اللي هي البوابه اللي هي السايد فيو اللي هي بقى 2.5 في الموضوع ده. كويس؟ خد بالك ممكن اجيب لك المساله دي لو كان التانك طالع لفوق افرض التانك ده كان طالع لفوق واكسلريشن نزل مثلا يا بدل هنا ما الجامعه دي تبقى جامعه عاديه تبقى جامعه ايه؟ هتبقى جامعه داش. كويس؟ طيب تعالى نبقى مساله ثانيه بس مساله ثانيه على تانك مقفول والمره دي نحرك التانك فين بقى؟ في اتجاه الراس ايه؟ لفوق. Thank you.
مقفول وفي فتحه ومش مليان على حاجه بس اكتر من اثنين مليان بالشكل ده. ودي لك الابعاد دي مثلا دي موجوده في الشيت. ودي لك البعد ده 0.3 البعد ده 1 البعد ده 1.3 ويقول لك هنعرض الدج ده لاكسلريشن في الاتجاه الراسي از ات وتساوي 9.81 هيتحرك لفوق باكسلريشن از ات بتساوي 9.81. مطلوب منك انك تدور على البريشر عند نقطه A والبريشر عند نقطه B والبريشر عند نقطه C. طلع لي البريشر عند A وB وC يساوي كام؟ الفقره الثانيه من المساله بيقول لك طيب لو حصل معايا ان انا كان عرض الاكسلريشن AZ يساوي 9.81 وفي نفس الوقت الاكسلريشن AX يساوي 4.9. الفقرة الثانية من المسألة لو كان متحرك بأكسلريشن AX بس يساوي 9.81 في الاتجاه ده كويس؟ طلع لي برضه بريشر على نقطة A وB و A و C. طيب نفس الفقرة الأولانية التاج طالع لفوق التاج طالع لفوق إيه زاد لفوق كده؟ لما التاج ده يطلع لفوق ايه اللي يحصل لزراعة المية؟ ولا حاجة ولا حاجة ما يحصلوش أي حاجة يفضل زي ما هو. أمال إيه اللي يخليه يميل؟ لو حركناه أكسلريشن إكس مفيش أكسلريشن إكس يفضل السطح ثابت زي ما هو. حلو طيب يبقى الحالة دي المية مش هتلبس النقطة إيه؟ يبقى البريشر عند إيه هيساوي كام؟ هيساوي زيرو او هيساوي في اتموسفير. ولو انا شغال بنظام جيج سيستم اذا في اتموسفير بعتبرها بايه؟ بزيرو. طيب البريشر عند نقطه بي هيساوي كام؟ جاما داش اتش جاما داش اتش مظبوط. وجاما داش اللي هي ايه؟ اللي هي ده جاما على جي في جي زائد او ناقص اي زد مين بيتش صح كده؟ دي زائد ولا ناقص؟ زائد ايه؟ عشان طلع اليمين لفوق يبقى هيساوي 9310 على جي 9.81 صح؟ في جي 9.81 زائد 9.81 صح؟ ليش لو كان؟ واحد طلعت مش عندي نعم عشان سايب لك فتحه اللي هو اي اكس على ايه؟ على جي زائد او ناقص اي زد. القانون
معنى كده ان الرسمه اللي انا رسمها دي صح. ليه؟ لان الزيت طلعت اقل من ايه؟ من 0.3. يعني الميه ما لمستش الايه؟ الميه ما لمستش الغطا. الميه ما لمستش الغطا. لو الميه ما لمستش الغطا يبقى البريشر عند نقطه ايه هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. الميه ما لمستوش، مش مسببه عليه اي ايه؟ اي ضغط. طب كويس. طب لو عايز ايه بقى البريشر؟ عامل ايه؟ ها؟
بس انا عارف ايه كام؟ 9.81 اهي
صح ولا غلط؟ عليه عمود ميه اكتر من هنا،
يبقى البريشر عند مين يساوي بقى؟ يساوي البريشر عند سي زائد ها جاما على جي في اكس في مين؟ في اتش. البريشر عند سي لسه مطلعينه دي 9810 دي 9.81 اكس ده 9.81 والال بكام؟ والال المسافه ما بين النقطتين المسافه ما بين سي اللي هي كام؟ 1.81. طلعت صح ولا صح؟ ما حدش هيقول معاكم